السائل بيقول هل يجوز بيع ماء زمزم؟ لأن كثير من الرقاة يبيعون ماء زمزم. أولا، ماء زمزم ماء مبارك أجراه الله تعالى، سقيا لإسماعيل عليه السلام، ولا يزال الماء جاريا حتى اليوم، وهو من الآيات البينات الدالة على وجود الخالق والدالة على نبوة الأنبياء من إسماعيل عليه السلام وإلى نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الماء المبارك ثبت في فضله نصوص كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. انت لما تشرب ماء زمزم، لو هناك ولا هنا، في اي مكان، ان كان في مكانه او نقل الى اي مكان اخر، بعد ما شربت ماء زمزم لك ان تدعو الله بخيري الدنيا والآخرة، وأن تشرب ماء زمزم بنية تحقيق أمر، أي أمر من أمور الدنيا والآخرة، بس تشرب بنية تحقيق هذا الأمر. والحديث اللي فيه صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فماء زمزم لما شرب له. دار تنجح، دار تعرس، دار قروش، أي استشفاء به، كل ده يشرب بهذه النية. وأيضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طعام طعم الجعان، يشرب ماء زمزم فهي طعام في حد ذاته، وتسمى بالشباعة، لما تشرب بتشبع. دي موية، بس شوف المعجزات دي كيف، موية تشربها انت بتشبع، اسمها الشباعة، وهي شفاء سقم. العيان يشرب منها، مش الموية بتاعت حفير الكباشي، ولا طينة المكاشف، ولا مين ديك، انت اشرب منها وشوف اللي بيحصل لك. شنو بعدين؟ امشي هذيك قاعدة، امشي اشرب وبعدين بلاقيك التبرات. حديث واحد ما فيها، ولا نص حديث، ولا حديث ضعيف ما فيه. هراك شنو؟ حديث ضعيف ما فيها. طين، مويه بتاعت حفير، بيمشوا الناس بيترموا بيشربوا فيها، انت بتشرب بها جاي والبقره بتبول بهناك، وبعد يجي يقول لك دي اكان شربتها منها بتبقى كويس. امشي اشرب بطريقتك. لكن الجا في السنه ما زمزم هو شفاء سقم المريض، يشرب منها فيشفى. ذكر ابن القيم فيها امور عجيبه جدا، بعض الناس او هو نفسه كان مريضا فذهب الى زمزم يشرب منها فشفي وسمن. دي مويه زمزم هناك جابوها هنا حتى نقلها، ما في اي مشكله. ما في ناس جاي من المتنطعين بتاعنا الصفوجيه ديلك يقول لك ما بيجوز ماء زمزم تنقل، ما يشيلوها بس يشربوا منها في محلها، لو نقلوها خلاص. ليه انت قايل اشمي؟ نقولوها عادي جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه: ياخذ من ماء زمزم، بيشيل منها. امشي شيل، ودي لاهلك، جيب في اي مكان بجوز. دار تبيعها بيعها، لكن قالوا بيعها مشروط بانه انت تشيلها في معونك وتفوت بها، لكن وهي جاريه من منبعها لا يجوز بيعها. يعني ما تقعد هناك المويه من المنبع بتاعك كابه، تقول للجماعه جيب جركانتك ب 10 جنيه، هنا ما بجوز تبيعها. شيلها انت في جركانتك وامشي بعيد، بعد ذاك بيعها بطريقتك. اما الرقاة اللي بيبيعوها ديل اعمل حسابك منهم، لانه ديل في الغالب كذبة، تعين الرقية ديل اعمل حسابك منهم. مما الواحد تلقى فاتح محل بتاع الرقية ويقول لك التبيان في العلاج بالقرآن، ديل اعمل حسابك منهم، لانه علاجهم ده في الغالب كذب، وفي الغالب شغل بتاع دجل، وان لم يكن دجل ولا كذب وما مشعوذ ولا دجال، ما بيجوز له يا اخوانا يتكسب من الرقيه. تفتح محل، هي ما تجاره يا اخي. يا اخي الرقيه علاج شرعي، والرقيه اصلا كما قال ابن تيميه دعاء. دعاء يا ناس، في ذول بيبيع الدعاء،
دعاء دعاء تدعو الله إنه ده يبقى شديد. لقاك ذول بيبيع له دعاء دعوة بعشرة ودعوتين بعشرين. معقول يا ناس؟ أصل الرقية دعاء. والدعاء يا إخواننا شيخ محيدين قبل شوية بتكلم فيه، الدعاء يحتاج لاستحضار النية ويحتاج إلى إخلاص لله. كيف تدعو بالقروش؟ اللي بيدفع كويس معناته بالشدة لحيلك تمام صح؟ والما بيدفع انت بتديها وزاي ما انت هتبقى زي الفكي بقى شوية. عشان كده نحن في ناس ذاته الشبك دي ما في زول دخل فيها الا وبقى وبال على الدعوة. شبك بتاعت الرقية دي ما في زول دخل في مسألة التجارة بالرقية ولا التكسب من الرقية الا وصار وبالا على هذه الدعوة. وبالتالي انت لو ربنا سبحانه وتعالى اعطاك في مسألة الرقية دي معرفة اجعلها لله، اجعلها لله وانفع اخاك ان شئت. زول لقيته مريض في حالة صعبة دار ترقية وارغي لله يا اخي، ما تفتح لك محل وتبقى تاجر تجار ديلك. احنا نقول للناس ما تمشي للفكي، طيب تفتح لنا محل فكي انت كمان بيدقن تفتح محل بتاعت فكي. فيا اخواننا الرقاة ديل اعملوا حسابكم منهم. اما اذا كان زول لي الله ساي وبيرقي فما في اشكال في المسألة دي، حتى بعد ذاك لو اعطي شيء ما بكون في مشكلة.